تمام، نبدأ النهاردة ونقول بسم الله. المفروض إن شاء الله المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الـ VTP واتكلمنا على الـ DTP واشتغلنا مع بعض الـ Trunking. لقينا في شوية حاجات للأسف على الباكيت فيسون ما اشتغلتش، شوية كوماندات كده، شوهات معينة ما اشتغلتش، ولكن قلنا لازم برضو نبقى عارفينها لأن الكوماندز دي بتشتغل على السويتش الحقيقي أو الراوتر الحقيقي. هتلاقي عليه الكوماندات دي طبعا بتشتغل وكل حاجة بتكون زي الفل. طيب في حاجات لازم نراجع عليها عشان النهارده عايزين اول جزء من السكشن بتاعنا، عايزين نطبق الحاجات بتاعت الفي تي بي سريعا ان شاء الله، نحاول ما نطولش النهارده. هنطبق الفي تي بي ونشوف كده فعلا ازاي الفي لانز تتبات ونشوف المودز، وهنراجع عليها دلوقتي سريعا. وبعد كده على الجزء الثاني من السكشن هنرجع بقى خطوه كده لورا شويه، ولكن كانت مهم جدا ان انا بعد ما تفهموا بقى الدنيا شويه في النتورك كده، وان بعد ما ندوس شويه في السويتشات والكلام ده، نشوف مع بعض بقى ازاي اقدر احط باكيت سنيفر في النص واشوف شكل الباكيت بيبقى عامل ازاي. وبالمره بقى طالما احنا هنتكلم في ابو باكيت سنيفر اللي هو المفروض يعني بيمثل لي في الواقع او في الحقيقه اللي هو الواير شارك، يبقى نشوف بالمره الفرق ما بين التلنت والاس اس اتش. احنا اتكلمنا عليهم في اول السنه وما عرفناش ان احنا نخش في ابو واير شارك لان الدنيا كنا لسه ايه بنفش كده اللي هو الايه الحاجه البسيطه يعني في الاول. طيب هو مش حضرتك هتنزل الريكورد؟ اكيد طبعا يا رحمه بنزل الريكورد بعد ما بخلص ان شاء الله. طيب بالنسبه للفي تي بي، قلنا والله ان الفي تي بي هو بروتوكول هدفه ان هو يعمل في لان ترانكينج، هو اسمه كده في لان ترانكينج بروتوكول. قلنا ان الهدف منه ان انا مش لما اجي اغير او اشيل في لان في حته معينه مش لازم بقى اروح على كل سويتش واقعد اقول له يا ريس انا شلت في لان 10 خلاص اتشالت، يا ريس انا كريت في لان عند الراجل الفلاني اسمها في لان 30 وهسميتها مش عارف اي تي. مش كل مره هقعد اعمل في لان، ولان الفي لانز دي بتتعمل كتير وبتتشال كتير وبتعدل عليها كتير، تضيف ممبر تشيل ممبر، الكلام ده كله بيحصل فريكوينتلي. فعشان مش كل مره اقعد اعمل ابديت اضطر اعدي على سويتش سويتش في المكان اللي انا شغال فيه بقى، لو شركه كبيره ولا حاجه عندها عدد من السويتشات كتير، ما اقعدش اخش على سويتش سويتش اقعد اعدل في الداتابيز او الفي لان داتابيز بتاعته واقعد اقول له والله انت شيل من عندك وحط هنا واعمل الكلام ده. فسيسكو طلعت لنا بحاجه ظريفه جدا اللي هي الفي تي بي، وبتسهل علينا الكلام ده كله. تقول لي خلاص طالما انت مشغل الفي تي بي على كل سويتشاتك خلاص، وكلهم جوه حاجه اسمها الدومين الواحد الفي تي بي الدومين، كلهم تبع نفس الدومين وكلهم معاهم الباسورد اللي انت هتحطها، خلاص انا هوزع انا كل الداتا بيز بتاعت الفي لان تبقى هي واحده عند الناس كلها. وقلنا بيتم الحوار ده عن طريق ان هو بيبعت في تي بي مسج، في تي بي مسج ان كل مره بيحصل اي ابديت في النتورك بتاعتك، بتشيل في لان بتحط في لان اي حاجه، بيزود حاجه اسمها الريفيجن نمبر، وهنشوف النهارده مع بعض حوار الريفيجن نمبر ده فعلا بيزيد والكلام ده، ان اي تغيير حتى لو بتشيل في لان، يعني مش معنى ان انت بتضيف في لان فهيزيد الريفيجن نمبر واحد، لا، شلت في لان ده يعتبر تغيير، هو بيزود عدد الريفيجن نمبر من مقدار واحد بير تشينج كل تغير بيحصل سواء بقى التغير ده ايه. وقلنا ان في عندنا 3 مودز في الفي تي بي، عندنا السيرفر مود، قلنا ان احنا عندنا الكلاينت وعندنا ترانسبيرنت، واتكلمنا في الصلاحيات بتاعت كل واحد. نقدر نقول ان السيرفر ده بيقدر يعمل كل حاجه، الكلاينت لا، الكلاينت ما بيقدرش يكريت في لانز، ولكن هو بيسمع الكلام، هو شاطر وبيسمع كل حاجه بيقولها له السيرفر، وبيقدر يعدي بروباجيت يوزع المسجات بتاعت الفي تي بي وكل حاجه. الترانسبيرنت ده راجل مش موجود في الوجود، انا بقول للسويتش او بقول للشبكه بتاعتي الراجل ده مش هيبقى جزء من الفي تي بي بتاعنا، هو بس موجود كده، ولكن اي مسجز هتعدي عليه هتعدي كده هتمر عليه مرور الكرام، مش هيجي يقول لك خلاص انا هطبق الداتابيز الجديده اللي جات لي او الفي لان داتابيز الجديده اللي جات لي، مش هيطبقها عنده، هياخدها كده زي ما هي اتفضل يا عم على اللي بعده على طول، ملوش علاقه، هو برنس كده عايش لوحده. ده اللي هو مين؟ الترانسبيرنت. وعرفت ان في عندنا فيرجنز مختلفه، في عندنا فيرجن 1 2 1 و2 و3، قلنا الفروقات اللي ما بينهم حاجات بسيطه. وبعد كده اتكلمنا على الفي تي بي بروننج، قلنا ان هو عمليه التقصيف اللي بتحصل ان انا ابقى عارف ان في فيلان او في حتت معينه اجزاء معينه من الشبكه مش بيحصل عليها ابديتس او خلاص مش موجود فيها فيلانات معينه، فما فيش لازمه وملهاش لازمه ان انا اقعد ابعت في تي بي مسجز توصل للناحيه دي طالما كده كده الفيلانات اللي انا بتكلم عليها دي مش موجوده هناك، فيبتدي يقص النتورك بحيث ان هو الاكتف
VLANs والاكتف ممبرز هم بس اللي شغالين معايا، ويوم لما في حاجه هتبتدي تاكتف جديده هو بيسمع الكلام وبيشوف فعلا ان في خلاص جهاز في على السويتش الاولاني دخل تبع بقى ال VLAN الفلانيه، فانا لازم ادخله معايا في ال VTP messages اعرف السويتش 1 ان خلاص انا هبقى ابعت لك برضو حاجات بتاعت الفيلانات دي. النهارده بقى عايزين نطبق ال VTP. في معنى كلمه VTP احنا قلنا VLAN Trunking Protocol، يبقى هو هيسهل لي المفروض عمليه ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل ال VTP او سوري اظبط ال VLANs بتاعتي على كل السويتشات. طب ازاي الفيلانز بتتنقل ما بين السويتشات؟ قلنا ان احنا في عندنا نوعين من البورتات، في عندي اكسس وفي عندي ترانك. قلنا ان انا الاكسس ده اللي هو اللي مين؟ ده الراجل اللي واصل بالجهاز اللي هي باشمهندس، لان الجهاز مالوش في الفيلانات، ما يعرفش حاجه اسمها فيلان، هو مالوش علاقه. دي كده تقسيمه انت بتعملها على السويتشات والراوترات والنتوركس بتاعتك. اما ابو فيلان ابو سوري اللي هو اكسس سبورت ده، لا انا ماليش دعوه، الجهاز الطبيعي اللابتوب ما يعرفش حاجه اسمها فيلان اي دي والكلام ده، ملوش علاقه خالص. اما ايه البورت اللي لازم يبقى ترانك؟ هو اللي ما بين سويتشين. لازم تخلي البورت اللي ما بين سويتشين، اللينك اللي هيبقى محطوط ما بين سويتشين ده، لازم تقلبه ترانك. ليه؟ لان ده هيكون عضو في كل الفيلانات. الاكسس ده البورت الاكسس اللي هيكون من ناحيه السويتش هيكون هو عضو في فيلان واحده بس. اما البورت اللي من ناحيه السويتش اللي هيكون ترانك ده هيكون ممبر في كل الفيلانات، فتقدر تبعت الانفورميشن او اي حاجه خاصه بكل الفيلانات تتبعت عن طريق البورت ده، لان الناحيه الثانيه ده راجل كبير، ده سويتش محترم زينا. طيب تعال نشوف بقى النهارده هنطبق الكلام ده ازاي على الراجل المحترم اللي اسمه باكيت تريسر. هنخش دلوقتي على الباكيت تريسر ونشوف مع بعض ازاي بقى نطبق سريعا ال VTP عشان ننقل بقى على حبيبنا اللي هو مين؟ ال SSH والتلنت، ونشوف ابو وير شبكه هنعمل فيه ايه. طيب تعالى نخلق مع بعض كده شبكه سريعا، هروح اقول له تعالى يا سويتش، نجيب سويتشات عاديه خالص اهو من السيريز الثاني حتى مش مشكله، واجي ابتدي ارمي الاجهزه بتاعتي، احط جهاز هنا واحط جهاز هنا، نبني شبكة عادية خالص. بعد كده اروح على الـ connections وابدأ ارمي الـ connections بتاعتي. هقول للراجل ده انت هتوصل بيه الراجل المحترم ده، ولازم اجيب cross over ما بين السويتشين دول، نوصلهم على نفس البورت، يبقى هما الاتنين على fast ethernet 02، وهجيب لينك ما بين الراجل المحترم ده والراجل المحترم ده، وقول له انت على فاست ايثرنت 1. يبقى خلاص الجهازين دول كده من اللي انا شايفه قدامي، الجهازين دول متربطين على فاست ايثرنت 01 بتاع السويتشات. اما فاست ايثرنت 02 اللي هو البورتات دي اللي هي اللي ما بين السويتشين، هم دول اللي هقلبهم ترانك. يبقى من الشكل ده، ده هيكون اكسس، ده هيكون ترانك، ده هيكون ترانك، وده هيكون اكسس. ليه اكسس يا باشمهندس؟ عشان حضرتك ربطه بجهاز، والجهاز ده راجل ما يفهمش في الفيلانات، لا يفقه شيء في الفيلانات، ولا يعرف حاجه اسمها فيلان اي دي. يوم ما حضرتك هتبعت له حاجه تاجد هيشتمك، يقول لك انا ما اعرفش حاجه اسمها فيلان اي دي. اما مين اللي بيفهم؟ هم الناس المحترمه اللي فوق دي السويتشات، فعشان كده هم اللي بيبعتوا لبعض الدنيا الفيلانات والتقسيمات والكلام ده كله. طيب تعال نخش على السويتش الاول. طبعا هتوصل كونسل كيبل زي ما احنا نتكلم في الحقيقه، هاجي اقول للراجل ده روح على الكونسل بورت، ادي الكونسل بورت، عايزين نعمل كونفيجريشن للراجل ده، يبقى هوصل كونسل بورت. انا باجي معاكم شويه في الحاجات دي عشان احنا قلناها كام مره، بتاع ثلاث اربع مرات لحد دلوقتي احنا ايه اتكلمنا في الكلام ده. واخش على الجهاز بتاعي، اروح اقول له روح يا ريس على الديسك توب وافتح لي التيرمينال اللذيذ بتاعي. نبدأ بقى نعمل من هنا، من أول الجزء ده نعمل شير سكرين عشان الناس كلها تشوف الجزء ده. طيب الناس كده المفروض كلها شايفة. أنا دخلت على السويتش الأولاني، نعمل بقى الانيشال كونفيجريشن السريع بتاعنا. دخلت وأقول له كونف تي، هقول له اول حاجه هوست نيم، تعال نسمي السويتش ده، نسميه سويتش 1.
فسميته سويتش واحد. بعد كده هاجي اقول له عايزين نعمل بقى نكريت عليه فيلان، فمين اللي يقول لي الفيلان يا شباب؟ عشان اكريت فيلان محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه عشان اكريت فيلان، طبعا احنا دخلنا خلاص جوه الكونفج تيرمينال بتاعي، محتاج اكريت فيلان، بكريتها ازاي؟ بخلق فيلان جديده ازاي؟ ها يا شباب، هو الناس عملت الاسايمنتات ازاي؟ بنعمل فيلان جديده ازاي؟ ايه الكوماند اللي يتكتب عشان اعمل فيلان جديده؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. سويتش بوت مود اكسس، يا سلام، انا كده بخلق فيلان. متاكد يا عم احمد؟ دكتور تامر، اللي ما يردوش اللي ما يردش غيبه. انا عامله ريز هاند، اتفضلي يا ستي انميوت، قولي يا ميرنا. طيب هعمل مثلا فيلان اسميها مثلا فيلان 10، وبعد كده اسميها مثلا اي اسم انا عايزاه، زي مثلا اي تي او ده بس انت على ستودنت او كده. ماشي، يعني انا اكتب هنا ايه؟ فيلان 10. مظبوط، انا اول حاجه بعملها بقول له فيلان 10، خلاص انا دخلت جوه الفيلان 10، اقدر اقول له بقى ايه عشان اسميه؟ نيم مثلا اسميه مثلا الاي تي او ده الاتش ار اي تي. مثلا. والله مش هكسفك، نيم اي تي. عايزين نخلق اتنين كمان فيلانز، تعالى نعمل فيلانز كمان. هضطر اعمل ايه؟ اقول له فيلان 20. الفيلان 20 دي هنسميها ايه؟ هو انت كده يا باشمهندس، ده انت ما خرجتش من الفيلان الاولانيه، ما فيش اي مشكله. لو حضرتك حتى وانت جوه الفيلان الاولانيه، ممكن لو جيت كتبت فيلان 20 هو اوتوماتيك هينقلك على الايه؟ الفيلان اللي بعدها على طول. طيب فيلان 20 تعالى نسميها، عايز اسميها ايه؟ اتش ار يا منى؟ ماشي اتش ار. فيلان 30، فيلان 30 هنسميها ايه؟ سميها سيلز مثلا، بتوع السيلز. طيب انا كده عملت عندي كام فيلان؟ ثلاثة، صح؟ بالمنظر ده عمر ما الراجل التاني السويتش التاني، انا دلوقتي هو في الوضع الناتشرال، في الوضع الطبيعي، انا عشان الناس كلها تعرف ان في ثلاثة فيلانز، مضطر اعمل ايه؟ مضطر اروح على سويتش سويتش واقول له يا ريس خش عندك انيبل كونفيتي فيلان 10 20 30 اتش ار اي تي، واقعد اعمل الهبد ده كله في كل مره. طبعا عشان بس برضو نصحصح الناس شويه كده، الناس لو كملنا بالمنظور، يعني بالمنظر اللي انا شايفه ده، ان في واحد من ضمن 10، طبعا ان حضور 10 دي حاجه تفرح، يعني واحد من 10 او 2 من 10 هم اللي بيردوا والباقي قاعد نايم، احب يعني اطمنكم ان بالمنظر ده ان شاء الله نعمل كويز المره الجايه. ده 10، يعني ده كده انا ودكتور تامر، ففي 8، يعني احنا قاعد معانا 8، يبقى من المره الجايه ان شاء الله نعمل كويز، والكويز هيكون على اللي احنا بنعمله على الباكت تريس. انا ماليش دعوه بالحاجات النظري، ماليش دعوه بالمحاضرات، انا هعمله ان شاء الله المره الجايه كده، يبقى في كويز على طول على الحاجات دي، عشان الناس واضح ان هي خدت على ان احنا هننام بقى ونريح وبتاع. فان شاء الله جهزوا باذن الله من السكشن اللي جاي هيبقى فيه كويز على اللي احنا بنعمله. طيب عملنا الفيلانات بتاعتنا، عمر الكلام ده ما هيسمع. ننزل المشروع يا دكتور تحت امرك. تعال بقى نشوف الفيلانز دي فعلا اتعملت ولا لا، وعشان نشوف الفيلانز دي اتعملت ولا لا يا شباب، ايه الكوماند اللي انا بكتبه عشان اشوف الدنيا اللي معايا ايه؟ ايوه بالظبط يا دكتور، متخافش النهارده ان شاء الله نقعد نظبطها. هيتروقوا والله يا دكتور ما تخافش، هيتروقوا.
حبيبي يا دكتور. ها يا شباب، ايه الكوماند اللي انا بكتبه؟ ومعلش انا عايز حد غير مننا بقى يرد عليا، يعني ايه الكوماند اللي بكتبه عشان اشوف ايه الفيلانات اللي على السويتش؟ حد غير ميرنا؟ اتفضلي يا رحمه. بكتب شو فيلان او البريف فيلان. شو فيلان بريف يا رحمه، مش بريف فيلان، شو لازم تكتبي له اول حاجه تقولي له شو، لازم شو حاجه. لا اقول له شو فيلان او اقول له شو فيلان بريف، مظبوط هو ده اللي انا عايزه. تمام، ثانك يو. تعالى بقى نروح هنا ونقول له شو فيلان بريف. بس ثواني يا باشمهندس، حضرتك جوه الكونفيتي، جوه الكونفيج تيرمينال، يبقى ما ينفعش تعمل له كوماندات الشو من هنا. عايز تعمل كوماندات الشو اللي هي المفروض بتتعمل من الانيبل على طول، يبقى بتحط له الكلمه دو. هقول له دو شو فيلان بريف. الراجل يقول لي ايه؟ والله عندك واحد اللي هي الديفولت فيلان، بعد كده عندنا الاي تي هي اللي انت خلقتها اللي هي اسمها 10 او رقمها 10، في عندي فيلان 20 اسمها اتش ار، فيلان 30 اسمها السيلز، ودول اللي هم ريزيرفد فيلانز اللي عندنا بتوع التوكن رينج والحاجات الحلوه دي. يبقى احنا كده شفنا وتاكدنا ان خلاص الثلاث فيلانز دول موجودين على السويتش ده. طيب تعالى بقى نشوف ازاي نشغل الفي تي بي بتاعنا. عشان حضرتك تشغل الفي تي بي لازم تكون جوه الكونفيج تي بتاعك، لازم تكون جوه الكونفيجر تيرمينال. فانا هو خلاص قايل لي الراجل قايل لي تحت ان انا في الكونفيج، يبقى انا جوه الكونفيج تي. بعد كده تقول له ايه؟ لازم تعمل له دومين، وده اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. يبقى هو دومين هيضم الناس كلهم على بعض، يبقى انت بس لازم السيت اب بتاع الفي تي بي ده يتعمل في الاول على كل سويتشاتك. تروح على كل سويتشاتك مره كده، اه معلش متعبه، ولكن بعد كده بتريح نفسك بقى ان اي تغيير هيحصل في فيلانات انا مش مضطر بقى بنفسي اروح على كل سويتش واقول له يا ابني شيل فيلان 10 من عندك، يا ابني ضيف فيلان 20 من عندك، لا خلاص هو اوتوماتيك بيابديت. فانا اقول له والله ايه، هنعمل في تي بي دومين، طالما ما فيش في تي بي دومين موجوده اقول له هنعمل في تي بي دومين اسمها data.eru، يبقى ده الدومين بتاعنا. قال لي changing VTP domain name from null، وده الديفولت VTP domain name اللي موجود عندنا، null يعني مفيش حاجه فاضي، to data.eru. فخلاص السويتش ده بقى ضمن دومين جديد اسمه ايه؟ اسمه data.eru. جميل، نحط له باسورد. نحط له باسورد ليه؟ عشان مش اي حد يا باشمهندس يبقى عارف بس ان احنا في data.eru يروح داخل معانا، مش اي كده سويتش في اي حته يخش معانا، لا يبقى انا عارف انهي سويتشات هي ضمن ال VTP domain بتاعي. طيب هقول له الباسورد بتاعتنا، ندي له باسورد سيسكو، سوري VTP باسورد سيسكو. انا بقول له ان ال VTP الباسورد بتاعتك هتكون ايه؟ سيسكو. قال لك setting device VLAN database password to سيسكو، مظبوط. طيب قلنا ان احنا كان عندنا 3 versions ولسه عندنا المودز، تعال كل الكلام ده نخلصه. هقول له VTP فيرجن، احنا هنشتغل على انهي فيرجن؟ في عندي فيرجن واحد وفي اثنين على السويتش ده. طب يا باشمهندس قلت لنا ده في اسمه ايه في تي بي فيرجن 3، بس مش على السويتشات القديمه، مش هتلاقيه على السويتشات القديمه اللي هم سيريز 2000، هتلاقيه على الحاجات اللي بعد كده. تمام؟ عشان الحاجات الزياده اللي في 3 عن 2 حاجات مش هتفرق معاك في الليفل اللي هو البسيط ده، الفروقات اللي موجوده بسيطه جدا اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. طيب فاقول له في تي بي فيرجن 2، عايزين نشتغل بفيرجن 2، واقول له بعد كده المود في تي بي مود، ونتكلم بقى في المود. انا عايز اخلي الراجل ده كلاينت ولا سيرفر ولا ترانسبيرنت؟ الراجل ده انا عايز اخليه سيرفر، انا عايز اخليه هو الماستر، هو اللي هيقدر يكريت ويعيش حياته وينطلق ويوزع كل البيانات اللي عنده لمين؟ لكل اللي حواليه. تعال نقول له كده، نقول له انت هتبقى سيرفر. هو باي ديفولت اصلا سيرفر، وانا دلوقتي المفروض لما هكتب له الكوماند ده هيجي يشتمني يقول لي يا حمار انا اصلا سيرفر، انت بتعمل ايه؟ اهو اكتبه يقول لي اصلا ديفايس مود اوريدي في تي بي سيرفر، هو ده الديفولت. بس احنا برضه بنحب نعملها اللي هي ايه؟ زياده تاكيد. تمام؟ طيب يبقى انا كده نراجع كده عملنا ايه؟ اول حاجه عرفت اسم الدومين بتاعي، حطيت باسورد، عرفت الفيرجن، وعرفت الايه؟ المود الجميل بتاعي. خلاص عرفت الاربع حاجات انا كده في الامان. ناقص نعمل ايه؟ ناقصنا نعيد كل الخطوات دي تاني فين؟ على السويتش التاني. اروح رايح على السويتش التاني منين؟ من الجهاز، ما احنا موصلين بجهاز، انا بحاول اخليها لكم على قد ما اقدر
رياليستيك زي الحاجه اللي في الحقيقه، واقول له افتح لي يا ابني التيرمينال، واقول له في التيرمينال بس كده الحاجه بتاعتكم عشان انا مش شايف بس على الشات. واقول له يلا يا معلم دخلني على السويتش، نسمي بس السويتش طبعا ابو باسورد على السويتش والكلام ده مش هيهمني دلوقتي، يعني اللي هو الكونفيجريشن اللي كانت عملت على السويتشات مش هتهمني دلوقتي عشان ما نضيعش فيها وقت. ف هقول له اول حاجه هوست نيم، تعال نسمي الراجل ده S2. ما دخلناش جوه الكونفتي، هوست نيم S2. يلا يا سيدي. طيب واحنا جوه الكونفتي نعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل الفي تي بي، ندخله على الفي تي بي. مش انا بقى اللي هقعد اكتب الفيلانات بنفسي، انا كده مش هستفاد حاجه، احنا عايزين نشغل الفي تي بي معانا في الموضوع. طيب عشان نخلق الفي تي بي هنعمل ايه؟ اجي اقول له في تي بي دومين، اكتب بقى انهي دومين. لازم اكتب نفس الاسم بالظبط، كيس سنسيتيف كيس سنسيتيف. يعني ايه؟ يعني داتا لو اتكتبت كده غير داتا لو اتكتبت كده. يبقى اخد بالي من الاسم لازم يكون مكتوب بالظبط زي ما هو، في تي بي دومين داتا دوت اي ار يو. خلاص يقول لي انا نقلت نفسي لداتا دوت اي ار يو. طيب تعال نشوف الباسورد، اقول له الباسورد بتاعت حضرتك هي سيسكو. خلاص تمام سيسكو. بعد كده تعال نشوف المود، هقول له في تي بي مود. الراجل اللي كان هناك كان ايه؟ كان سيرفر. تعال بقى نجرب كده نلعب ونخلي ده مين؟ كلاينت. قال لي خلاص انا قلبته لك لكلاينت اهو، سيتنج ديفايس تو في تي بي كلاينت مود. ما شتمنيش زي السويتش الثاني. ليه؟ لان قلنا ان الوضع الديفولت هو السيرفر، فلما انت تيجي تقول له اقلب نفسك سيرفر يقول لك يا ابني ما انا اصلا سيرفر. فاحنا المره دي بقى ايه؟ قبل مني وقال لي خلاص انا هبقى كلاينت. طيب تعال نغير الفيرجن، ان عشان اي في تي بي، ودي قاعده مهمه جدا قلناها، عشان يبقى الفي تي بي ينقل مسجاته ما بين سويتش لسويتش لازم يكون نفس الفيرجن. ما ينفعش تيجي تقول لي انا هنقل من فيرجن 1 في تي بي هبعت الحاجه بتاعتي لفيرجن 2 في تي بي او فيرجن 3، ما ينفعش. طيب فاقول له ساعتها ان في تي بي فيرجن 2. طيب انا عايز اتاكد يا باشمهندس زي ما عملنا كده في الفي لانز، كنا كان في كوماند شو للفي لان، اقول له شو في لان يوريني يقول لي الدنيا فيها ايه، صح؟ يقول لي انت عملت في لانات الفلانيه والكلام ده كله. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا هتقول له حضرتك شو في تي بي ستاتس، وريني الحاله بتاعت الفي تي بي. يقول لك حضرتك شغال بفيرجن 2 الكونفيجريشن ريفيجن، هو ده بقى اللي احنا عايزين نقف عنده. بص هنا انا لغايه دلوقتي انا عملت في تي بي ولكن ما فيش اي مسجات اتبعتت. ليه يا باشمهندس؟ ما هو حضرتك ما عملتش اي تغييرات لسه. الراجل اللي هناك هو عليه ثلاثه فيلانات، ثلاث فيلانات زي ما هم، والراجل ده ما عندوش ولا فيلان لسه، بس ما حصلش اي تغيير عشان انيشيت الراجل المحترم اللي اسمه في تي بي. فعشان كده ايه؟ لان الريفيجن نمبر اللي هو اللي انا بادئ منه اللي هو كام؟ زيرو. مفيش لسه اي حاجه خالص جات لي من الفي تي بي. قايل لي ان الفيرجن بتاعي 2، وقايل لي ان الماكسيمم سبورتد، قايل لي ان اللي انا مستعملهم كام؟ الاكزيستنج 5. ايه 5 دول يا باشمهندس؟ ما دول 5 اللي كانوا موجودين ديفولت، لو حاجات التوكن رينج والكلام ده كله. طيب الدومين نيم، سوري، الاوبريتنج مود بتاعي كلاينت، والدومين اللي انا فيه اسمه ايه؟ اسمه داتا دوت اي ار يو. ماشي كده يا شباب؟ دي الحاجات الايه اللي تهمني جدا في الكلام ده. طيب عايز بقى اخلي الراجل يشغل الفي تي بي ومن غير ما انا من نفسي اجي اروح هنا واقعد اقول له في لان 10 و20 و30، تعالى كده نعمل اي حاجه في السويتش الثاني بحيث انه يحس على دمه ويبدا يبعت ايه؟ يبعت في تي بي مسجز. فانا هروح عنده واقول له بقى ايه؟ اهو انا كده على السويتش الثاني، يعني انا فاتح لكم كده الاثنين تابس قدامكم اهو، سويتش ده وادي السويتش ده. هاجي اقول للراجل ده خش تاني على الكونفتي، هقول له تعالى نزود فيلان 40 اهو، عملت فيلان 40 هسميها نيم، تعالى نسميها اي ار يو مثلا، عملناها اي ار يو. طيب تعالى بقى نشوف الراجل ده سمع الكلام ولا لا. هعرف منين ان الراجل سمع الكلام؟ اول حاجه هلاحظها في الفي تي بي ستاتس ان في حاجه اتغيرت. تعال نشوف، ندخل الكوماند تاني ونشوف هل الراجل ابتدى يسمع الكلام ولا لا. جرب تاني،
اقعد يفش معاه لحد ما يحس على دمه. وممكن نعمل لو نريح نفسنا واقول له ايه فاست فورورد يا ريس. احنا نسينا حاجه مهمه جدا، نسينا حاجه مهمه جدا جدا جدا. طبعا الراجل ده عمره ما هيقعد يبعت حاجه للناس التانيه. ليه؟ لان اللي احنا نسيناه ان احنا نحول البورتات دي الاكسس ونحول ده لسويت لترانك. اللي يهمه جدا هو مين؟ حوار الترانك. فدي الخطوه المهمه جدا اللي انا لازم اعملها قبل ما ايه، قبل ما يبدا فعلا ينقل الفي تي بي. ما احنا قلنا لازم يكون البورتات اللي ما بين السويتشات لازم تكون ترانك، احنا ما عملناهاش هنا، تعال نعملها بقى يا ريس بالمره. مين بقى هيقول لي الخطوات او الكومنز اللي انا محتاج اعملها عشان اغير الراجل ده البورت اللي عليه السويتش لازم يقلب يبقى ترانك؟ ايه الكومنز اللي انا محتاج اعملها اهو؟ والبورت اللي عندنا هو متوصل على انترفيس فاست ايثرنت 02. الناس بقى تقدر تقول لي احنا خدنا رحمه ومرنا، انا عايز غير رحمه ومرنا. حد تاني يقول لي ايه الكومنز اللي بستعملها عشان احول الراجل ده، الراجل ده يا عم احمد هو ده اللي يتحول يبقى مين؟ يبقى ترانك. ايه اول حاجه محتاج اعملها؟ خد بالك انا فين، انا بره، انا كده في الكونفيتي. ازاي اغير الراجل ده اخليه ترانك؟ اهو الناس دول ازاي اقلبهم هما الاثنين يبقوا ترانكات؟ ها احمد دودو اتفضل يا سيدي. ماشي بس انا هكتب كوماند اسمه سويتش بورت مود اكسس. يعني اكتبه هنا كده، اكتب له اقول له كده سويتش بورت في الكونفتي، في الكونفتي. متاكد يعني انا اجي اكتب له كده وانا كده في الكونفتي هقول له سويتش؟ لا لا، هسمي الفيلان الاول، هسمي الفيلان الاول، هشوف الفيلان اللي انا عايز اعمل له اكسس. ركز يا عم احمد الاول، ركز. انا دلوقتي مش بتكلم على الاكسس بورت، انا بتكلم على الترانك بورت. الترانك بورت ده بيكون ممبر في كل الفيلانات اوريدي باي ديفولت. ايوه تمام فيه. طيب يبقى ترانك مو ترانك. ماشي بس هتتكتب فين يا عم احمد؟ ها الناس بتغششك اهو، بيقولوا اكسس لسه مش لا فكك من اكسس، يعني هي كده ايه يعني، انا عمال اقول ترانك هي بتنرفزني وبتقول اكسس. طيب فكك بقى من، يعني هي بتغششتك حاجه قبلها. ايوه انترفيس لازم الاول يا عم احمد عشان اغير البورت لازم اخش عليه، لازم اخش على الانترفيس نفسه اقول له يا ريس روح على انترفيس فاست ايثرنت 02. يقول لي عايز ايه من الانترفيس ده؟ ايوه هو ده اللي هقول له ايه، هقول له سويتش بورت. يبقى هو ده ترانك مود ترانك صح كده. وفعلا واحد داني المسج اللي هو ايه، قفل البورت وفتحه تاني عشان قلب ما بين مكان في الوضع الديفولت، قلب وخلاص انا ديديكيتد بقيت مين؟ ترانك. تمام. طيب ده كده اللي هو مين، ده الجهاز الاولاني. تعال نشوف على الراجل التاني اللي هو ده، برضو جات له نفس المسج اهي. طيب حاجه اقول له ايه، نطلع من الفيلان. هتطلع انت عرفت منين حاجه جوه الفيلان؟ ما يا جماعه نقرا الحاجه اللي موجوده هنا، نقرا بعد اذنكم الحاجه اللي موجوده هنا. انت ده اللي بيقول لك انت فين. انا هنا جوه الكونفيج فيلان، فانا عشان كده طلعت منها عملت اكزيت. تمام. بعد كده اخش على ايه هنا بقى، اقدر اخش على الانترفيس اقول له انترفيس فاست ايثرنت 02. ماله يا ريس؟ هقول له سويتش بورت. كتبت سويتش غلط اهي، سويتش بورت. هاجي اقول له مود ترانك. وقلنا طبعا ان بيبقى فيه كوماند اللي هو اللي موجود على السويتشات الحقيقيه، اللي هو اجي اقول له بقى سويتش بورت ترانك انكابسوليشن. واقدر اقول له الانكابسوليشن عايزه يبقى اي اس ال ولا عايزه يبقى دوت 1 كيو. ده الكل الكوماند اللي احنا ايه كان برضه واقع مننا المره اللي فاتت. وايه تاني؟ قلنا ان كان في الشو بتاع الترانك برضه، ده برضه ما كانش شغال معانا. الحاجات دي كلها ايه بس تبقى عارفها عشان ان شاء الله لما نيجي تقعد على سويتش كده شغال تعرف ان الحاجات دي فعلا موجوده وهتبقى مهمه.
ان انت فعلا لما تقعد بعد ما تقول له switch port mode trunk لازم تقول له switch port trunk encapsulation وتقول له encapsulation methods اللي حضرتك هتستعملها هل هو ISL ولا هيبقى الدوت 1 كيو. طيب الاثنين خلاص قلبوا trunk, تفتكر كده هيشوفوا بعض؟ تعال نشوف. احنا عملنا الconfiguration بتاعتنا على انهي راجل؟ عملنا الفيلانات بتاعتنا على الراجل اللي على اليمين اللي هو switch 1 ده, فده اللي كان عليه الفيلانات الاصليه. تعال نشوف الراجل ده سمع عنده ولا لا. هاجي اقول له ايه شو دو بقى لان احنا لسه جوه الراجل ده في تي بي ستاتس. بدا بقى يقفش معايا الكلام بقى ويقول لي ايه, يقول لي والله الريفيجن نمبر بتاعك بقى 3. مش بس كده, ده انت كمان النمبر اوف اكزيستنج فيلانز, فاكرين لما كان 5 بقى دلوقتي 9, زاد 4 ليه يا باشمهندس؟ ما احنا كنا عاملين فيلان 10 وفيلان 20 وفيلان 30 وفيلان 40 صح ارقامهم, فادي كده 4 فيلانات اضافوا على الخمسه اللي باي ديفولت موجودين, فيعمل لك التسعه اللي موجودين عند حضرتك. طب تعال نشوفهم. اقول له دو شو فيلان بريف, اهو فعلا اوتوماتيكلي اضافوا اللي هم اسمهم اي تي واتش ار وسيلز والاي ار يو, الاثنين موجودين خلاص عندي. طبعا انا لسه ما عملتش اساين للبورتات بتاعتي على الفيلانات, ولكن دي مش قصتي دلوقتي. المهم بس ان انا اوريك مين الفي تي بي نقل الدنيا ولا لا. طب تعالى بقى, احنا شايفين كده اهو الريفيجن نمبر 3, تعالى نعمل اي حاجه في الراجل المحترم ده كده, نقول له اكزيت يا راجل محترم. هاجي اقول له نو فيلان, لان الريفيجن ما احنا قلنا هو بيعد معاك من الزيرو, بيعد معاك من الزيرو, فانا اول مره خد بالك بقى من النقطه دي. طيب نو فيلان ده لا, عشان الكوماند ده عشان اعمل ايه؟ عشان اجيب في فيلان معينه. تعال نشيل, نغضب على الراجل اللي هو الاي ار يو, تعال نشيل فيلان 40. انا كده شلت فيلان 40, تعال نتاكد ان انا شلتها اهو بقى خلاص عندي 10 و20 30. تعال نشوف هل سمع عند الراجل المحترم ده ولا لا. هقول له هو راخر دوش ولان بريف, ايه اللي حصل؟ 40 اختفت. اهي يا باشمهندس كانت موجوده فوق اهي, انا كنت شغال على السويتش الثاني, ادي السويتش الاولاني برضه لقط معايا. طب تعال نشوف الريفيجن نمبر اتغير ولا لا. هقول له في تي بي ستاتس, فعلا الريفيجن نمبر زاد. ايه ده انا شلت يا باشمهندس؟ ما احنا قلنا ملهاش علاقه بقى, شلت طلعت نزلت, اعمل اي تغيير. هو الزياده اللي بتحصل في الريفيجن نمبر دي بتبقى زياده بير ايه, بير تشينج, ملوش علاقه بقى التشينج ده كان ديليت لفيلان, زودت فيلان, اعمل اللي انت عايزه. طب تعال نشوف حاجه كمان, الراجل اللي كان دايما انا بضيف منه كان هو ده وانا كنت قصدها ليه؟ لان الراجل ده سيرفر, الراجل ده يقدر يضيف, يقدر يضيف ويعمل حياته ويعيش حياته زي ما هو عايز, ولكن الراجل ده لا, انا مقيده, انا قايل له انت لازم تكون ايه, كلاينت, وقلنا ان الكلاينت ما ينفعش يكريت. طب انا مش مصدقك يا باشمهندس, خلاص اعمل فيلان, تعال نكريت فيلان كده 40, شوف الراجل هيقول لنا ايه. قال لي في تي بي فيلان كونفيجريشن نوت الاود وين ديفايس از ان كلاينت مود. ده انت في واحد غضب عليك قال لك ان انت تبقى كلاينت, والكلاينت يا ريس ما بيكريتش, مش هو اللي يقدر ياد فيلانز, روح انت شوف بقى مين السيرفر, مين الريس بتاعك, وهو اللي يضيف الفيلانات اللي انت عايزها. لو انا عايز اغير تقدر حضرتك تغير, يبقى اجي اقول له في تي بي مود تعال نخليه ترانسبيرنت. انا كده خليته ترانسبيرنت صح, واحنا واقفين عند كام يا شباب؟ واقفين عند ريفيجن كونفيجريشن, الريفيجن بتاعنا 4, ولغايه دلوقتي ما عنديش غير الثلاثه فيلانز دول. طب تعال نشوف الراجل ده هيطبق بقى لما انا اجي اقول له دلوقتي تعال نكريت كده ايه كام فيلان, اقول له فيلان 50 او فيلان 40 تاني رجعها اي ار يو, تعال نعمل فيلان 50 نيم اي حاجه اهو نسميها دكتور تامر, يلا عملنا فيلان جديده. ايه تاني؟ خلاص كده عملنا 2 فيلانز, عملنا تغييرات. تعال نشوف الراجل ده هيسمع عنده ولا لا. نيجي نقول له باول حاجه وريني الفي تي بي ستاتس بتاعتك. قال لي ايه؟ الريفيجن بتاعي بقى زيرو. زيرو ده انت يا ابني كنت لسه من فوق اهو 4 وانا عملت تغييرات, مع حضرتك حاطط لي ترانسبيرنت, انا ماليش دعوه باي حاجه بتحصل, انا فاصل نفسي عن العالم كله.
انا مسج لو جات لي هعديها للي جنبي، ولكن انا ماليش علاقه، انا مش هنفذ اي حاجه. طب اتاكد ازاي؟ تعال نشوف. اقول له تعال وريني الفيلانات بتاعتك، يقول لي والله انا راجل غلبان ما عنديش غير اللي كانوا موجودين اوريدي قبل ما تعملني ترانسفيرنت، انا ما عنديش غير 10 و20 وال30. والراجل الثاني، لا الراجل الثاني ايه، ده الراجل الثاني عنده 10، تعال نشوف. الراجل الثاني ده عنده 10 و20 و30 و40 و50، والراجل ده غلبان اللي قاعد لوحده لسه بايه بثلاثه فيلانز. يبقى كده قدرنا نشوف مع بعض السيرفر، قدرنا نشوف الكلاينت، وقدرنا نشوف الترانسبيرنت. في اي مشكله لحد دلوقتي في الثلاثه دول؟ في اللي احنا قلناه لحد دلوقتي في مشكله؟ يا شباب في اي حاجه مش مفهومه؟ طيب انا هوقف الريكورد دقيقه. طيب رجعنا بقى مع بعض، تعالى نشوف الموضوع الجديد اللي هنتكلم فيه النهارده، اللي هو المفروض او مش جديد يعني، حاجه خدناها قبل كده ولكن بنراجع عليها بقى عشان هنشوف دنيتها بالنسبه للواير شارك، اللي هي التيل نت. والاس اس اتش، ايه بقى قصه التيل نت والاس اس اتش؟ في ايام العصر القديم، ايام لما كان لسه في عندنا بس جهازين كده، الناس بتوع النتورك كانوا كل هدفهم من الموضوع ان الجهازين دول يكومينيكيت ما بينهم وبين بعض، كان الهدف ان الراجل ده يبعت مسج، المسج دي تروح للطرف الثاني، وكانوا عايزين يعملوا ان هي توصل ولكن ريموتلي. يعني ايه ريموتلي؟ يعني مش لازم الاثنين دول يكونوا جنب بعض وفي حته واحده وفي نفس اللان عشان اروح موصلهم كده بكابل فيقدر يبعت الداتا او المسج اللي عايز يبعتها من هنا لهنا. قال لك لا، انا عايز بقى افصل ما بينهم، يكون الراجل ده متوصل على راوتر والراوتر، وده الراجل ده برضه متوصل على راوتر، وده مش عارف واصل فين وده واصل فين، والكلام ده كله. انا بقى عايز مش بس هبعت له مسج، انا عايز ابدا اتحكم في جهازه. عارف انتوا شغل التيم فيور، لو حد سمع عن برنامج التيم فيور حاجه زي كده، بس انا عايز اخش اكسس الجهاز ده من هنا. فهعمل كده ازاي؟ ومش لازم اكون رابط بيه بسلك. قال لك هنبدا بقى نخترع حاجه جديده، فاخترعوا حاجه ساعتها اسمها ايه؟ التلنت. ايه التلنت ده بقى؟ ان هو حاجه طالما انت معاك الاي بي ادرس بتاع الجهاز الثاني، لو انت ادي الجهاز اهو ده اللي هيبقى ان كنترول، معاك الاي بي ادرس بتاع الجهاز الثاني كونكتد بقى، وات ايفر الكونكشن بتاعتك دي كانت عن طريق اي وان او كلاود او وات ايفر الكونكشن بتاعتك كانت ايه، اقدر اكسس الجهاز ده من الجهاز الاول عن طريق حاجه اسمها التيل نت. ولكن ابتدت بقى مشكله كبيره تظهر، ان جاء بقى شخص شرير في الموضوع ابتدى يعمل ايه، وحاطين له كده قرون عشان يبقى ايه ده الشيطان اللي في النص. الراجل ده راح جاي بدا يتجسس ويشوف الناس دي بتبعت ايه، فابتدى يعرف ايه اللي بيحصل ما بين الجهازين دول. طالما حضرتك بقيت عامل كونكشن كده بالمنظر ده، راح داخل كده على التيل نت سيشن اللي معموله، عن طريق التيل نت سيشن اللي معموله قدر ان هو يخش في النص ويسمع ويشوف الدنيا كلها. قال لك ده دي مصيبه سوداء، لا مش هينفع. فابتدى راح عامل لك بقى السكسسور بتاع التيل نت، راحوا منزلين بقى حاجه جديده اللي هي مين؟ اللي هي السكيور شيل، اللي هي الاس اس اتش. ايه بقى دنيه السكيور شيل؟ الاس اس اتش كل اللي هيعمله برضه هيخليك تكوميونيكيت ريموتلي ولكن بطريقه انكريبتد جميله جدا 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 جدا. وده يدخلنا في عالم الانكريبشن والسكيورتي، ان كان في قديم الزمان كان بيبقى فيه مشاكل كتير في السكيورتي، فابتدوا يعملوا انواع من الاكواد، انواع من الالجوريزمز، ان هو يبدا يغير من الشكل بتاع المسج، يبدا يحط حاجه اسمها كيز او انكريبشن كيز،
مفاتيح بتقفل بيها كده اللي انت عايز تبعته المسج او whatever اللي انت بتبعته، والناحية التانية يعمل له unlock. يعني ايه؟ يعني كان في قديم الزمان قبل بقى ما الراجل ده يخش معنا في الصورة، كان يبقى اعتبرها كده زي قفل، والقفل ده ليه ثلاث رموز مثلا. فانت كل اللي بتعمله ايه؟ هروح مشفر المسج بتاعتي بالقفل اللي رقمه 2 3 4، واروح معرف الطرف الثاني، يكون الطرف الثاني اللي احنا الطرفين متفقين مع بعض ان والله الكود بتاع الحاجه دي هو 2 3 4، تروح رايحه للناحيه الثانيه يجي يستلم البتاع يبدا يلعب في القفل بحيث ان هو يبقى ده 2 وده 3 وده 4 ولا خلاص يقدر يشوف ساعتها المسج. ولكن الطريقه دي ما كانتش فعاله لان كانت برضو بتقدر تتقفش ويقدر الناس تخش، لان الاكواد البسيطه دي كانت بالترايل اند ايرور كانت سهله ان هي تتجاب. قال لك طب هنعمل ايه؟ جالك بقى الراجل الاس اس اتش المحترم ده، قال لك ايه؟ انا هستخدم الجوريثم نزلت اسمها الار اس اي. الار اس اي دي اسلوب انكريبشن، هو ده اللي استعملته السكيور شيل. الار اس اي ده اختصار لايه؟ الار اس اي ده اختصار ل رايفست، دي مش كلمه ده اسم، رايفست شامير اند ادلمان. الثلاثه المحترمين دول هم اللي كانوا وراء بناء الالجوريثم اللي تعتبر من اول ولكن من اقوى الالجوريثمز اللي موجوده في الانكريبشن اللي هي الار اس اي، واتسمت بالار اس اي عشان هي الانيشلز او الحروف الاوليه بتاعت اسم كل واحد فيهم. ايه بقى بتعمل ايه؟ بكل بساطه عشان نفهم الار اس اي اللي جوه السكيور شيل هحطها لكم في الصيغه دي. انا مش عايز ادخلكم بالطريقه العلميه لان هي بتتكلم في رياضه، بيستعمل حاجه اسمها modulus encryption، ودي معقده شويه فانا مش عايز الخبطكم فيها لان انتوا مش هتضطروا ان انتوا تتعاملوا معاها دايركت. فتعالى نفهم كده بشكل بس ايه ان جنرال ايه اللي بيحصل. دلوقتي انا عندي محمد ماهر اهو، محمد ماهر عايز يبعت مسج للواد احمد، فهيعمل ايه؟ التلنت لو احنا كنا شغالين بابو تلنت، تعال نشوف السيناريو بتاع التلنت ايه اللي بيحصل في التلنت عشان نعرف المصيبه. لو الراجل ده عايز يبعت مسج رساله ايه اللي بيحصل؟ كان يروح عامل كده رساله بالمنظر ده كاتب فيها كل حاجه ويروح يبعتها كده ما بينه، يروح بعيدها لحد وما فيش اي نوع من انواع الانكريبشن زي ما هي كده. يجي بقى الشرير اللي في النص اللي هو انا في الحاله دي، اروح جاي باصص على المسج اللي بتتبعت، ايه ده بيقول له يا عم فكك من السكشن، السكشن الراجل هيقعد يوجع دماغنا يقول لنا كلام، تعالى يا عم ما نحضرش وخلاص وفكك منه. فانا شفت المسج اللي محمد عايز يبعتها لاحمد، انا شفتها لان هي مبعوته بدون اي انكريبشن بدون اي حاجه، انا قادر اقراها ومفيش اي مشكله، اللي هي اعتبروها فعلا بالمنظر ده ان هو مسج كده كاني كاتب حاجه على ورقه وبديها كده ان سلو موشن، فارد الورقه وبديها لحد تاني قدامي وانت واقف في النص بتقرا اللي موجود في الورقه، هو ده التلنت. اعتبرها كده بحاجه زي كده. تعال بقى نشوف الاس اس اتش عمل ايه، الراجل الاس اس اتش المعقد. تعال بس نرجع محمد واحمد في الصوره. محمد بقى هيعمل ايه المره دي؟ انا عايز ابعت لاحمد اقول له مش هنحضر السكشن، فهيعمل ايه؟ الاس اس اتش قال لك انت خلاص المسج جاهزه، اصبر بقى. راح عامل له شنطه. راح الواد محمد جاي حط على الشنطه دي قفل. راح قافل الشنطه بقفل، والكي بتاعه المفتاح بتاع القفل ده
مع محمد. ادي محمد وادي احمد. تمام. راح بعته لاحمد. احمد راح عامل ايه؟ وصلت له الشنطه هنا الناحيه دي. راح الواد احمد واخد الشنطه وراح حاطط عليها قفل تاني. ومفتاحه معاه. مفتاح الاحمد لسه معاه. ده برايفت. المفتاح ده محدش شايفه. والمفتاح ده محدش شايفه. انما الناس اللي في النص اللي هو مين؟ الراجل الشرير اللي في النص اللي هو انا ده ابو قرون اللي واقف هنا في النص. انا شايف الشنطه مقفوله بقفل. راحت في الاول كانت رايحه بقفل واحد. بعد كده رجعت من عند احمد. هو لسه احمد ما شافش المسج. احمد لسه ما فتحش الشنطه. هي مقفوله كانت بالقفل بتاع محمد. راح حاطط هو كمان القفل بتاعه وخلى المفتاح عنده. فانا لغايه دلوقتي انا مش عارف اشوف حتى لو قفشت الشنطه ورحت خاطفها مش هعرف افتح الاقفال دي من غير ما يكون معايا المفاتيح بتاعتهم. فانا مش عارف اعمل حاجه. فانا كده محطوط في النص ماليش اي لازمه. راح الواد محمد جاله الشنطه محطوط عليها القفلين. قال لك خلاص القفل ده مش القفل ده بتاعي. راح ابتدى يفك القفل بالمفتاح بتاعه. فالقفل ده اتفك. متبقي كده القفل بتاع مين؟ بتاع احمد. راح مرجع له الشنطه بالقفل بتاع احمد. راح احمد عامل ايه؟ راح واخد القفل بتاعه هو كمان وراح فكه وشاف المسج بتاعته. ساعتها كده ايه اللي حصل؟ وانا عمال ابعت والشنطه عماله تروح من هنا لهنا وتروح تاني من هنا لهنا كل مره وهي معديه. مره كانت مقفوله بالقفل بتاع محمد وبعد كده رجعت بالقفلين. بعد كده محمد فك القفل بتاعه ولسه القفل بتاع احمد لسه موجود. بعد كده احمد شال القفل ولكن خلاص كانت وصلت عنده وشكرا. فساعتها بعد ما شال القفل راح فاتح الشنطه وشاف المسج اللي الواد محمد كاتب له فيها بيقول له احنا مش هنحضر السكشن بتاع النهارده. وانا واقف في النص ما عرفتش اقفشهم خالص لان في طول الوقت كان في قفال على الايه؟ على المسجات. وهو ده اللي الاس اس اتش بيعمله. الكلام ده حصل عن طريق الار اس اي. يعني السيناريو اللي انا قلته لك ده سيناريو الار اس اي. بيتعمل بقى بالكيز. وعشان افهمكم الار اس اي لو احنا برضه حد حب يعمل ريسيرش في المثال اللي انا قلته اعتبر اللوك القفل اللي انا حطيته ده بيسموه في عالم الار اس اي بابليك كي. يعني حاجه كل الناس شايفينها. الشنطه معديه بالقفل قدامي لذيذه اهي بالقفل قدامي بس انا كهاكر شخص شرير انا مش عارف اعمل حاجه لان هي لسه انكريبتد. انا عشان افك الانكريبشن ده انا محتاج كي ومش اي انكريبشن يا شباب. الانكريبشن اللي محطوط ده انت محتاج يكون عندك فارم من السوبر كمبيوترز. فارم يكون عندك كده مزرعه من السوبر كمبيوترز اللي هي موجود فيها بروسيسورز وحاجات فحيته وتقعد مش فاكر كانت كام حوالي مليون وحاجه سنه عشان تقدر تفك كود واحد منها. استنى انت بقى ايه بعد ما يكون عندك فورم بالاجهزه دي استنى المليون او حاجه سنه دول استناهم عشان تفك. وي حاضر يا محمد هعمل لك انميوت. اللوك ده يعتبر البابليك كي في المثال اللي انا قلته. والكي اللي انا عامل له ده اللي هو الرسمه بتاعت المفتاح ده اللي هو في عالم الار اس اي بنسميه برايفت كي. فلو حد حب يقرا عن الار اس اي ويدخل ان ديتيل شويه ان ديبث في عالم الار اس اي هتعرف ان في حاجه اسمها بابليك كي وبرايفت كي وبتمشي تقريبا بنفس المنظوم اللي انا قلت لكم عليه ولكن بصوره ايه مبسطه شويه. اتفضل يا عم محمد. باشمهندس هسال على حاجه بس. اتفضل. المفروض بيبقى في يعني على حد معلوماتي يعني الناس اللي هو بيبقى هاكرز والجو ده بيعملوا بياخدوا كذا كمبيوتر يعني الكمبيوتر بتاعك الكمبيوتر بتاع غيرك على شبكه باين. ايوه. وبيستهلكوا قوه البروسيسور بين عشان يعملوا حاجه زي كده. الكلام ده صح ولا غلط؟ ايوه فعلا والحوار ده موجود وفي يعني اصلا بيتكوين والجو ده. ايوه بالظبط اللي هو المايننج. المايننج بالظبط. المايننج اللي بيحصل ده ان هو بيستخدم جهازك في ان هو يعمل وات ايفر اللي هو عايزه. بيستخدم البروسيسور والجي بي يو بتاعك كل الكلام ده بيستعمله بحيث ان هو يعمل المايننج اللي هو عايزه في البيتكوين او في وات ايفر. الكلام ده بيحصل او ممكن يحصل. ممكن يحصل. ده ليه علاقه باللي احنا بنقوله؟ طيب
هو ممكن حد يستعمل الهاك ده، ولكن برضو حتى لو عمله مش هيوصل in time لإن هو يفك الشفرة دي، لأن هي معمولة بماث، هي في الأول وفي الآخر معمولة بالرياضة. هو لعبه في الرياضة إن هو إيه، أنت عشان تفك شفرة أي حاجة أنت بتعتمد على trial and error، صح؟ طب أنا هحط لك حاجة عشان تعرف فعلا الرقم أو الحاجة اللي موجودة دي، أنت محتاج مش تجرب مرة أو اتنين أو مليون أو اتنين مليون، أنا هوصلك إن أنت محتاج توصل تعمل عدد من المرات حوالي ديشليون مرة في كل رقم عشان بس توصل للرقم اللي أنا حطه. شوف بقى مين اللي هيقعد يمشي ديشليون مرة، يمكن كمان كانت حاجة رقم ضخم، يعني رقم كان مش عارف عدد الخانات اللي فيه مش طبيعية، إن أنت محتاج تعمل تفاين ايرور فيه، فأنت محتاج كم من الأجهزة مش طبيعي وكم من البروسيسنج مش طبيعي، وبرضه هتحتاج سنين كتير ضوئية كده عشان بس تفك المسج دي كان فيها ايه. ماشي كده يا عم احمد؟ محمد طيب، فانا اخر حاجه كنا بنتكلم فيها اللي هو البابليك كي والبرايفت كي، دي بس اللي بقول لك عليها، ان هتلاقي نفسك ان انت وانت بتقرا على النت هتلاقي الحوار ده بيتكرر كتير، يقول لك انا البابليك كي ده الناس كلها بتشوفه ولكن البرايفت كي بيفضل مع واحد فيهم. وفي برضو امثله جميله جدا جدا موجوده على اليوتيوب، برضو انصح الناس لو عايزين تخشوا ان ديتيل شويه في حوار السكيورتي او الكلام ده، اكيد هتعرف الار اس اي، هتسمع عن الار اس اي والانكريبشن الجوريزمز اللي موجوده. ففي فيديوهات جميله اللي هو المثال المشهور لما بين اليس وبوب ده، ان هي اليس عايزه تبعت لون وبوب عايز يبعت لون تاني، وفي الاخر يعني ان هو انت عايز توصل في الاخر ان ده هيشوف اللون اللي بعته اليس وبوب هيشوف اللون اللي بعته بوب، ولكن في شخص في النص كده اللي هو ايف اللي اسمها ايف، ليش الشخص الشرير اللي موجود في الرسمه اللي بيحاول دايما يشوف ايه اللون اللي بيتبعت وعمره ما هيوصل لها اللون الصح. يعني سيناريو كده تعتبر زي لعبه كده جميله جدا ممكن تشوفها على اليوتيوب، ولكن دي مش قصتنا دلوقتي. طيب بعد ما فهمنا بقى الاس اس اتش بيمشي ازاي وايه اللي بيحصل، تعال نشوف مع بعض ازاي انا هطبق الكلام ده على السويتشات والراوترات بتاعتي. الاس اس اتش يا شباب والتلنت دي حاجات عشان هي تعتبر ريموت، فاحنا بنطبقها على حاجه اسمها فيرتشوال تيرمينالز، واكيد سمعنا اللفظ ده. شفت واحنا لما كنا بنعمل الانيشال كونفيجريشن كان بيبقى في حاجه اسمها في تي واي، كنا نيجي نخش على الفي تي واي لاينز يجي يقول لك لاين VTY، اكيد شفنا الكوماند ده كذا مره، يقول لك لاين VTY من 0 ل 15 من 0 ل 15 يروح حاطط باسورد معين. ايه بقى الكوماند ده بيعمل ايه؟ السويتش يا جماعه بيسمح لك اب تو 16 مش 16 16 سيشن يتفتحوا مع بعض. يعني ايه 16 سيشن؟ يعني ممكن 16 واحد يخش تعمل 16 سيشن تخش منهم على الجهاز في نفس الوقت على السويتش. دي فائده اللاين في تي واي. فعشان كده لما بنيجي نقفل بنقفل عليهم كلهم، هحط باسورد يبقى احط باسورد عليهم كلهم. تمام كده يا شباب؟ فعشان بس نبقى عرفنا، والفي تي واي دي اللي هي ايه بتعبر عن الفيرتشوال تيرمينالز. فيرتشوال معناها ان هي حاجه مش موجوده، يعني مش هتلاقي في السويتش بتاعك، مش هتلاقي حاجه تلمسها بايدك كده او بصبعك كده تلاقي فيه بورت كده اسمه في تي واي، لا مفيش. ده حاجه انترنالي، حاجه كده فيرتشوال، حاجه مش موجوده في الحقيقه ولكن سوفت وير من الاخر، حاجه لوجيكال تيرمينال موجود عندك ان هو اقدر اكسس السويتش منه طالما انا عارف الاي بي ادرس. باش مهندس هتعرف ازاي الاي بي ادرس بتاع سويتش ده؟ السويتش ده ريس ده لاير 2. ما احنا الحاجات اللي احنا عايزين نعملها دي بقى يا شباب بتتعمل على الادفانسد لاير 2 او المالتي لاير سويتشز هي اللي بنشتغل عليها. طب يا باشمهندس حضرتك هتحط الاي بي ادرس على ايه بالظبط؟ ما هو ده اللي انت بتعمله. تعالى كده اسالكوا سؤال، هو فاكرين احنا قلنا ان كل الانترفيسز اللي موجوده على السويتش كلها باي ديفولت هي ممبر في فيلان معينه،
الفيلان دي كان اسمها ايه ورقمها ايه؟ مين اللي فاكر؟ ها قلنا كده المرات اللي فاتت، قلنا ان كان في فيلان كده موجوده باي ديفولت، لما بتيجي كده تفتح السويتش انت ما عملتش اي حاجه، ما ضفتش اي فيلانز، ما عملت ما قسمتش، ما عملتش اي حاجه، السويتش بتاعك كله متضاف على فيلان معينه، الفيلان دي رقمها ايه واسمها ايه، بنسميها ايه؟ يعني الاسم بديهي يعني. ها يا شباب اهبد. طب الاسم صح، الرقم فاطمة صححتهولك، الرقم الصحيح هو فعلا VLAN 1. عرفنا ان الانترفيسز كلها، كل الانترفيسز اللي كانت على السويتش بتاعنا كلها كانت ممبر من قبل ما تتقسم الفيلانز بتاعتك على حاجة اسمها الديفولت VLAN اللي هي VLAN 1، كلهم كانوا على الديفولت VLAN، VLAN 1. فبالتالي لو انا قدرت بدل بقى ما اخش على انترفيس انترفيس واقول له يا ريس انت الاي بي بتاعك الفلانيه كذا، انا لا، انا هدي اي بي للفيلان كلها، وبالتالي انا كده حطيت كل الانترفيسز اللي على السويتش لان هم باي ديفولت ممبر في فيلان 1 وفي فيلان 1، يبقى كلهم بقى محطوط عليهم الاي بي اللي انا هحطه ولا لا، هو ده اللي انا هعمله. فساعتها بنكتب الكوماند اللي اسمه اي بي interface VLAN 1، هقول له IP interface VLAN 1، خش على ال VLAN 1 الانترفيس بتاعها واكتب ال IP ده، اقول له IP interface VLAN 1 وادي ال IP اللي انا عايزه بحيث انه يكون للسويتش كله. كده انا عملت للسويتش كله كل البورتات اللي عليه وكل الانترفيسز اللي عليه بقى ليها IP معين اقدر منه، خلاص اقدر اعمل ايه، اقدر اكسس منه، اقدر لما اجي اكلم ابنجه اقدر ابنجه، اقدر اعمل عليه بينج واشوف. طب تعال نشوف مع بعض الكلام ده في الفيديو الجميل ده، لان للاسف طبعا حته ان الواير شارك، وهشرح دلوقتي يعني ايه واير شارك، طبعا مش هنقدر نعملها لان هي لازم تتعمل على سويتش موجود في الحقيقه، لازم يكون عندي جهاز موصله بسويتش واروح حاطط الواير شارك عندي عشان اشوف ايه بقى الواير شارك ده. الواير شارك ده يا شباب هو عباره عن باكيت سنيفر. يعني ايه باكيت سنيفر؟ معلش يعني في الكلمه شمام باكيتات. ايوه هي كده بالظبط، هو بيمشي كده يقعد يشمشم على باكيتس، بتحطه على اللينك او على الجهاز بتاعك يشوف كل اللينكات اللي عندك، اي كونكشن عندك يشوف اي باكيت طالعه داخله اي حاجه، يقفش كل باكيت وياخد منها نسخه يشوفها عنده. فده اللي بنسميه الباكيت سنيفر. تمام، الباكيت سنيفر تول ممكن تعتبر مهمه للناس اللي بتدرس، ومهمة برضو للناس في الديفنس شوية ان انت تفهم الحاجة اللي طالعة من عندك ايه واللي دخلالك ايه، وبرضو بتستخدم في الاتاكس، وده اللي هنشوفه دلوقتي. ان انا هيبقى فيه في الفيديو الراجل رابط براوتر، جهاز براوتر وجهاز بالسويتش، وراح داخل كل اللي عمله، راح داخل بالواير شارك، قدر يشوف المسجز او الباكتس اللي بتتبعت من الجهاز رايحة للراوتر، قدر يشوفها ويشوف ايه بقى الباسورد. ده حضرتك داخل على السويتش، الراجل كان داخل على السويتش عمال يحط انيبل سيكريت وانيبل باسورد وباسورد سيسكو، وعمال يكتب باسوردات، والراجل اللي قاعد على واير شارك ده شايف كل حاجه، ياخد بقى كل الباسوردات دي عنده ويخش يعمل اللي هو عايزه على جهازك بعد كده على السويتش بتاعك او على الراوتر بتاعك. تعال نشوف مع بعض الراجل ده بيعمل كده ازاي. انا مش هشير الصوت بتاعه عشان انا عايز اتكلم انا معاكم، بحيث ان انا برضو اشرح لكم الراجل ده عمل ايه. فاول حاجه هو داخل يعمل كونفيجريشن على الراوتر. احنا ما خدناش الراوتر، ولكن هي تعتبر نفس في الاول البيزك كونفيجريشن بتاعتنا هي وهيدي برضو اي بي ادرس للراوتر، ولكن تعال نشوف بس هيعمل ايه. هو دخل اهو في الجلوبال كونفيجريشن، ودخل غير الاسم بتاع الراوتر سماه راوتر 1، دخل على اللاين كونسل 0 اللي هو مين اللاين كونسل 0 ده؟ ده اللي هو المفروض الكونسل كيبل صح؟ وراح حاطط عليه باسورد اسمها سيسكو، وعمل الكوماند بتاع اللوجن
عشان ان هو يطلع له. بعد كده قال له ايه بقى line vty من 0 ل 15 حط عليها password سيسكو واعمل login. ايه بقى فائدة اللوجين دي؟ اللوجين دي يا شباب على فكرة في الـ VTY هي باي ديفولت موجودة، يعني انت مش مضطر تدخل الكوماند بتاع اللوجين في الكونسل كيبل او في الكونسل بورت. لما كتبنا line console 0 كان لازم ندخل الكوماند اللي هو اللوجين اللي موجود قدامنا ده. اهو اللي هو الكوماند ده اللوجين ده، لكن لازم ندخله عندنا. اما هنا في الحاله دي انت مش مضطر تكتب حوار اللوجين لان هو باي ديفولت موجود. تمام كده شباب؟ طيب تعال نكمل ونشوف الراجل ده بيقول ايه. تمام، ابتدى بقى يعمل enable للباسورد، الباسورد بتاعت الانيبل اللي هيخش كاكزيكتيف راح حاططها اللي هي تكون ايه سيسكو. الناس كلها شايفه شباب اللي بيحصل؟ الناس كلها شايفه كويس؟ في مشكله في الدقه او اي حاجه؟ الناس كلها شايفه تمام؟ تمام. طيب الراجل بقى ابتدى يعمل ايه هنا بقى؟ ابتدى يدخل اي بي ادرس على الانترفيس، راح داخل على الانترفيس اللي اسمه فاست ايثرنت 00 على الراوتر، وراح قايل له اي بي ادرس الفلانيه وحط الماسك، وراح كاتب بقى كوماند مهم جدا اللي هو ايه النو شوت داون. الكوماند ده حتى لو حضرتك فاتح من سويتش وحطيت الاي بي ادرس على اللي هي الفيلان، لما قلنا اي بي انترفيس فيلان 1 وحطينا الاي بي على كل الانترفيسز كده، لازم تقول له نو شوت داون. ليه؟ لان باي ديفولت بيبقى كل الانترفيسز معمول لها شوت داون، مقفوله ادمنستريتيفلي شوت داون، مقفوله باي ديفولت. فانت مش هيشتغل فعلا حوار الاي بي والكلام ده كله الا لما تقول له ايه نو شوت داون، ما توقفش، شغل البورت ده والانترفيس ده بالاي بي الفلانيه دي. تعال نكمل نشوف الراجل عمل ايه. عمل دو رايت او اللي هي دبليو ار اللي هي عشان يسيف الفايل بتاعه، عشان يسيف الكونفيجريشن اللي حصلت. تمام خلاص سيف. الراجل فاتح الواير شارك اللي انتم شايفينه في الباك جراوند اللي هو اللي باللون الازرق، قال لك ايه انا عشان اتاكد ان خلاص الاي بي ده معمول صح انا هبنج عليه. راح داخل على الكوماند برومبت بتاع الجهاز وعمل بينج على الاي بي اللي هو كتبه. فعلا البينج اشتغل، انا خلاص انا كده شايف الراوتر من الجهاز بتاعي وعندي كونكشن سليمه. ممتاز. بعد كده دخل بقى على الباكيت تريسر وراح قايل له اول حاجه روح على السيتنجز اللي موجوده فوق على الشمال دي. داس على علامه السيتنجز اللي موجوده فوق على الشمال، راح فاتح له هنا يقول له انت انهي انترفيس حضرتك عايز تعمل له ايه كابتشر. بص قايل لك ايه كابتشر انترفيسز، انهي انترفيس عند حضرتك في ايثرنت وفي بلوتوث وفي ايثرنت كمان وفي لان 2 وفي حاجه اسمها واي فاي. دي كل الكونكشنز اللي متاحه عنده على الجهاز بتاعه. قال له ايه انا هخش بالايثرنت اللي موجوده دي اهو، اللي هو ده اللي انا عايز الكابل اللي انا او البورت اللي انا موصل منه هو ده اللي انا هدخل بيه. راح دايس عليه مره وقال له ستارت. ايه اللي هيحصل بقى؟ فتح له هنا بقى حته الباكيت سنيفنج او الكابتشرنج اللي بيحصل. زي ما انتوا كنتوا شفتوا كده شايفين الحاجات اللي بتحصل ورا دي، الاس تي بي عمال يقول لك هو ده بقى يا معلم الواير شارك الجميل بتاعنا. اهو ابتدى يقفش على طول باكيتس. اول باكيتس كانت بتتبعت اللي هي مين؟ الاس تي بي. ده اول راجل اشتغل هو السبانينج تري بروتوكول، عمال يشوف مين الجهاز اللي انا وصلت بيه ده، عمال يبعت له مسجز هو انت تبعنا، هو انت مين، هو انت كده هتعمل لي لوب في الدايره ولا لا. فعمال الاس تي بي عماله تتبعت طول الوقت. فمين اللي قفشها؟ الواير شارك. قايل له ايه؟ ان السورس هو الراجل الفلاني، الديستنيشن سبانينج تري بروتوكول، السبانينج تري للراجل اللي هو الجهاز نفسه، والبروتوكول اللي مستعمل اس تي بي. ولو دسنا على اي واحد يجيب لك انفورميشن بتاعته تبقى موجوده هنا من تحت. تعال نشوف الراجل بيقول ايه. الراجل بقى هيبدا يتلنت. تعال نشوف بالتلنت راح عامل ايه. راح على الكوماند برومبت، فده الطريقه اللي انت بتعمل بيها تلنت، بتروح على السي ام دي بتاعتك وتكتب الكوماند تلنت، بعد كده واكتب الاي بي ادرس بتاع السويتش اللي انا هتلنت عليه.
راح كاتب 192.168.10.1 دخل. قال له ايه بقى؟ فتح له كده كانه كان فاتح من تيرم او فاتح من بوتي، كانه كان موصل بكونسل كيبل، طلع له البانر اللي احنا كنا عاملينه او اللي هو كان عامله، وقال له دخل لي الباسورد بتاعت الفي تي واي. دخل له الباسورد، قال له انيبل، قال له اكتب لي الباسورد، راح كاتب له الباسورد. كل الكلام ده عمال يحصل، ومين ورا بقى عمال يقفش الواير شارك. خد بالك انا هرجعها تاني، بص كده على اللي بيحصل في الباك جراوند. الراجل عمال يكتب، بص بيكتب الباسورد، بص على طول اتقفشت على طول، كل حاجه بيعملها عماله تتقفش ورا الواير شارك، عمال يقفش كل حرف بيكتبه وكل حاجه بيعملها. وهو فعلا بص بقى هنا كده، قال له ايه؟ انا قفشت البروتوكول اللي اسمه تي سي بي، الترانسميشن بروتوكول بتاعنا. بعد كده قال له ايه؟ ده انا قفشت بروتوكول تاني اسمه تيلنت، جاي لك من 10.1 رايح على 10.10، وده تيلنت. كل حاجه بتتقفش. تعالى بقى هنشوف هيعمل ايه. هيروح دلوقتي الراجل موقف الاستريم، داس على فوق على الشمال، قال لك خلاص انا مش عايزك تقعد تكابتشر داتا اكتر من كده، ما تعمليش زحمه على الفاضي، انا خلاص انا هكتفي باللي انت قفشتهم لحد دلوقتي كده. فراح دايس على علامه الستوب اللي فوق على الشمال. بعد كده عمل ايه؟ راح رايح على اول واحده، راح على اول تيل نت باكيت، راح دايس عليها وقال له فولو تي سي بي ستريم. هيعمل ايه؟ بيمسك اول باكيت وبيبدا يشوف الباكيتس الثانيه اللي مبعوته ان سيكونس ليها، ويبدا يحطهم لك يقصهم لك كلهم تحت بعض، يشوف المعلومات اللي كانت فيهم ايه. فهو ده اللي هيحصل. قال له فولو تي سي بي ستريم. بص بقى يا معلم، ده الواير شارك. بص راح واحد دخل كاتب له الباسورد اللي هو كان الراجل حاططها، بعد كده قايل له انيبل. ايه بقى اللي حصل عندي هنا ده؟ ايه اللي بالازرق والاحمر؟ لو انتوا شايفين في حاجات بالازرق والاحمر، الازرق والاحمر ده اللي هو ترانزميتد والريسيفد، اللي بالاحمر ده اللي بيتبعت، والازرق ده اللي انا استقبلته. فالجهاز بتاعه استقبل الحاجات دي من السويتش اللي هي ايه؟ ويلكم تو مش عارف كذا 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 كذا. بعد كده باسورد، كلمه باسورد كان مستقبلها. بعد كده الراجل ابتدى يكتب كلام، فهو الكلام ده كله معمول بالايه؟ بالاحمر. جه هنا عند الراوتر بقى، لما جه كتب انيبل كتبها ازاي؟ كتب اي ان، فتلاقيها مره بالاحمر لان هو كتب الحرف الاي، وبعد كده كتب الحرف الان، وبعد كده سمع في الراوتر، الراوتر سمع عنده، وانت لما كتبت في الكيبورد اي وان فسمع عنده برضه اي وان، فتلاقيها عشان كده متكرره اي ان اي ان، عشان كده بيظهرها لك. اما الباسورد وانت على الراوتر او على السويتش، لما بتيجي تكتب باسورد تلاقيه ما بيظهرهالكش، مش بيطلعها لك، مش بيوريها لك، انت بس اللي بتكتبه تلاقيه دايما مخفيه في طول الوقت، فعشان كده تلاقيها كلها بالاحمر. ماشي يا شباب؟ طيب تعال نشوف. فدي فضيحه بقى، ده الراجل بص ده كتب باسورد بتاعه الانيبل والباسورد العاديه كمان بتاعه الكونسل كاتبها، وانت شايفها قدامك على الواير شارك. عشان ايه؟ عشان انا بستعمل الراجل اللي اسمه تيل نت، اللي هو اي كلام، اللي هو ما فيش اي بروتكشن، ما فيش اي حاجه، اي حاجه هتعملها هتبان عندنا. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل بقى نشوف حوار ال SSH والكلام ده هيمشي معايا ازاي. الراجل هيقول لك ايه؟ ان انا كمان هوريك بقى الايه اللي انيل. بص انا هوريك اللي انيل. انا كيوزر دخلت على السويتش وفرحان بقى، ده انا هعمل انيبل سيكريت. انيبل سيكريت، انيبل سيكريت دي المفروض هتعمل هاش، صح؟ ايوه هي هتعمل هاش للحاجه اللي بتتبعت ما بين الطرفين. ولكن ده في واحد شايفك بتكتب، انت متخيل الفظاعه في ايه؟ المشكله في ايه؟ ان في واحد شايفك وانت بتكتب على السويتش، واقف وراك كده عمال شايفك بتكتب enable secret remote. وهو مين اللي واقف وراك ده؟ هو الواير شارك. تعال نشوف. بص الراجل هيعمل ايه؟ هيجي يقول له كمل كابتشر، راح مشغله تاني، اهو قال له continue. وراح خارج خالص، هيعمل تاني بقى، يخش من اول وجديد عشان يقفش تاني باكيتس من جديد. كتب الباسورد، عمل انيبل، هيكتب بقى ايه المره دي؟ مش انيبل باسورد، ده عمل انيبل سيكريت. سيكريت يا شباب، وسماها ريموت. يعني انيبل سيكريت اللي هي المفروض متهشره والكلام ده كله، ريموت. الراجل شايفك بتكتب ايه على الكيبورد، فعشان كده ايه اللي هيحصل؟ بص بقى يجي يقفش في التلنت، راح ماسك الباكيت، قال له فولو تي سي بي ستريم، اتفضل يا سيدي. ايه اللي ظهر عندي؟ ادي الباسورد العاديه اللي كتبها على الكونسل، انيبل
وحاطط ايه ده ريموت مش دي يا باشمهندس كانت سيكريت وحاجات قال انا دي متهشره بام دي 5 وعمال تشكر وتعمل وهبه وهبه وهب. ما هو في الاول وفي الاخر الراجل ده شايفك انت بتكتب ايه. الفكره مش ان هو قفش حاجه يعني متخيل. انتوا متخيلين المشكله فين؟ في السيشن اللي مفتوحه اللي انا بعمل بيها الكونفيجريشن اصلا من الجهاز للراوتر. هي دي المشكله. فالواير شارك شاف الكلام ده كله ليه؟ لان انا فاتح بتل نت وتل نت مفيش بلح موريني الباسورد العاديه زي ما شفناها في الاول وكمان عملها لي بالسيكريت. مصيبه اهي سيسكو في الاول وبعد كده اما غيرها خلاها ريموت بالسيكريت برضه جايبها لي ولا في اي فرق. عشان بس بعد كده اما نبقى عارفين لو ان شاء الله اشتغلت اياك تستخدم التلنت في اي حاجه اياك. لان برنامج تافه زي ده كده بينزل فور فري على فكره. يعني اي حد منكم يقدر يخش دلوقتي يكتب على جوجل واير شارك داونلود ويحمل واير شارك عنده هيشتغل ويقدر يشوف الباكتس اللي رايحه للراوتر اللي عندك في البيت او المودم بقى اللي عندك في البيت. الراجل دلوقتي بقى هيخش ونشوف مع بعض الكونفيجريشن اللي هيعملها للاس اس اتش. اول حاجه اول كومنت عشان حضرتك تعمل الاس اس اتش لازم تعمل حاجه اسمها اي بي دومين نيم. اول حاجه محتاج تعملها ان انت تعمل دومين. فاكر كده لما كنا عملنا في الفي تي بي؟ عشان كده انا بس حبيت استنى على الاس اس اتش والكلام ده عشان يبقى مره احنا بنتكلم دومين تبقى مره واحده بنتكلم في ابو دومين ده. فانا دخلت في الدومين اللي اسمه learnatech.com او الدومين اللي اسمه data.eru whatever الدومين عايز تسميه ايه تسميه براحتك. بس انا عملت ريجستر للسويتش ده باسم الدومين ده. ده اول خطوه هقول له اي بي دومين نيم وبكتب اسم الدومين بتاعي. بعد كده بقى هنا بقى الخطوه المهمه اللي انا بخلق الكي بتاعي. فاجي اقول له ايه بكتب له كريبتو. اول كوماند بيتكتب اللي هو كريبتو بعد كده كي جينيريت عن طريق الار اس اي. تاني كريبتو كي جينيريت ار اس اي. ده كده هيعمل ايه؟ هيبدا يخلق المفتاح اللي احنا كنا بنتكلم عليه بقى المفاتيح بتاعه الار اس اي. يبدا يعمل واحد يكريت واحد بالالجوريزم. انهي الجوريزم؟ انا قايل له بالار اس اي. وبعد كده بقول له ايه انت عايز الحجم بتاع الكي ده يبقى قد ايه. طبعا كل لما كبر الحجم بتاعه بتاع الكي كل ما كان اصعب على اي حد ان هو يفكه او ان هو يعرفه. ما هي ترايل اند ايرور. فانا كل لما طولت لك كده كانك بتفتح خزنه. انهي اسهل تفتح خزنه مكونه من 3 ارقام ولا خزنه مكونه من 16 رقم؟ اكيد الثلاث ارقام دي هتتفتح اسرع لان انت هتجرب بس في 3 ايه 3 فاريبلز. اما 16 تخيل نفس الكلام بقى في الايه في الار اس اي. انت بدايتك في الار اس اي في عدد البيتس اللي بتتعمل للكي هي 512. عندك اب تو مش عارف 2000 وحاجه وفي سويتشات كمان عليها اكتر من كده لو هي تستحمل. فانت عندك 512 في عندك 1024 في عندك 2048 دول اللي هتلاقيهم متاحين قدامك. فاحنا دايما الديفولت او مش الديفولت اللي دايما بنحب نستعمله هو الديفولت 512. اللي احنا بنحب نستعمله هو ال 1024. مش تقيل قوي 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 بحيث ان هو مش هيبهدل لك الجهاز ومش هياخد وقت طويل قوي وفي نفس الوقت كومبليتلي سكيورد. تمام. الراجل اهو قال له انت عايز هاو ماني بيتس ان ذا مودولس. مودولس دي حاجه اللي هي في الماثيماتيك الجوريزم اللي معموله عشان يعمل الكي بتاعك في الاي اس اي. احنا زي ما قلنا هو الحوار مبني على رياضه في الاول وفي الاخر. فبيقول له انت عايز كام بت يعبر عن المودولس؟ 512 الديفولت؟ قال له لا انا عايز 1024. فقال له ايه؟ خلاص انا هعمل لك اهو الجينيريتنج ال 1024 بت ار اس اي كيز. ويقعد بقى براحته خلاص خلص تمام كده اتعملت الكيز. دلوقتي بقى ايه بيقول له ايه؟ هيحدد له الفيرجن بتاع الاس اس اتش فيقول له اي بي SSH version 2. في version 1 وversion 2. version 2 احسن في شويه حاجات بسيطه جدا مش هوجع دماغك بيها برضو ولكن يستحسن دايما استعمل اجدد حاجه في اي نوع سكيورتي بتستعمله.
اهم من اهم الحاجات اللي دايما تلاقيها في السكيورتي يقول لك ان انت تبقى always up to date. مش مهم ان انت تبقى خلاص انت دلوقتي راجل برنس عارف كل الهكات اللي موجوده، عارف كل حاجه موجوده، لان كل يوم بينزل حاجات جديده، فانت لازم تبقى always up to date باللي بينزل جديد. فاحسن فيرجن موجود هو اللي تستعمله. فاحنا في الاس اس اتش هيستعمل فيرجن 2. طيب بعد كده قال له ايه بقى؟ قال له هتخش على اللاين في تي واي 015. احنا لغايه دلوقتي يا شباب، لغايه دلوقتي احنا عملنا ايه؟ عملنا الاس اس اتش، عملنا الكيز بتاعتها، وعملنا دومين. ناقص بقى ان انا ايه، لسه هشغل بقى ايه الاس اس اتش ده، اشغله على الفيرتشوال تيرمينالز بتاعتي، عامله بالظبط زي الفي لانز. لما احنا عملنا في لانز كريتناها، ولكن قلنا ايه ده، احنا لازم نروح على البورت واقول للبورت ده اساينه للفيلان الفلاني، يقول له انت هتبقى جزء من فيلان 10، انت هتبقى جزء من فيلان 20. هنا نفس الكلام، انت خلقت اس اس اتش، عملت الكيز، عملت الدومين، ناقص بقى ان انت تقول له انهي فيرتشوال تيرمينال هيبقى شغال بالاس اس اتش، ولا هيبقى شغال بالتلنت، ولا هيبقى شغال بايه. تعال نشوف. فالراجل هيقول له ايه، اول حاجه هيقول له لوجن لوكال. لوجن لوكال دي معناها ان هو لازم لما يجي يطلب منه هيطلب منه يوزر نيم وباسورد، مش بس هتكون باسورد، ودي حاجه مطلوبه في الاس اس اتش، ان هو كنوع من السكيورتي مش بس بيطلب باسورد كده وخلاص زي التلنت، لا ده انت لازم تكون عارف يوزر نيم، هتعمل لسه هتكريت يوزر نيم وتكريت له باسورد. تعال نشوف. ده بقى الكوماند اللي هو ترانسبورت انبوت، ده الكوماند اللي جوه اللاين في تي واي اللي بيقول له انت هتستعمل انهي بروتوكول. بص بقى هنا ركز كده، بيقول له ايه، هل هتستعمل التلنت، بص كده في اهو تلنت وفي فوقيه على طول الاس اس اتش، اهو شايفينهم هما الاثنين مع بعض، اهم اهم التلنت والاس اس اتش، وفي عندي اول. طبعا البروتوكولات اللي تحت دي لا محاولات، ولكن طبعا هم دول هم اللي احنا بنتكلم عليهم دايما التراستد شويه، ولكن الاس اس اتش هو اون توب عليهم كلهم يعني. تمام، فانا ممكن اقول له اول، او ممكن اقول له الاس اس اتش بس او التلنت بس. ده هيعمل ايه؟ انا كده بقول له ان اللاين في تي واي من 0 ل 15 اللي هيخش لك عليهم، او اللي هيخش منهم الفي تي وايز دول، يا اما هيخش بالتلنت بس، او هيخش بالاس اس اتش بس، او هيخش بيهم كلهم، او هما الاثنين. تمام، طيب تعال نشوف، كمل يا سيدي. الراجل راح مختار، قال لك انا هعمل اول، انا هختار كله واريح دماغي عشان ايه، ما اعملش مشكله في اي حاجه. يبقى عشان نعرف نشوف المقارنه اللي ما بين الايه، التلنت والاس اس اتش. اهو ابتدى بقى يعمل ايه، راح قايل اول حاجه هعمل ايه، انا هعمل يوزر نيم. هو عمل في الاول نو يوزر نيم باسورد، لان هو كان قبل ما يبدا الفيديو كان عمل حاجات قبل كده، كان بيجرب، فهو شالهم وبيعمل قدامنا من جديد تاني. فانت لازم الخطوه دي تعملها، ان بعد ما خلاص حددت الترانسبورت انبوت بتاعك، طريقه ان انت هتخش على الفي تي واي، هتخش بتلنت ولا باس اس اتش، تعمل اكزيت، ترجع تاني للكونفيجر تيرمينال، تقول له ايه بقى، انا هعمل يوزر نيم اسمه ادمن، وهعمل باسورد او سيكريت اسمها سيسكو. شوف بقى الفرق ما بين ده والتلنت، هنشوفه دلوقتي. خلاص سيف، عمل الرايت بتاعه وسيف. تعال بقى نخش تاني نجرب، نخش بقى بالاس اس اتش. فعمل ايه؟ قال لك المره دي هنا بيحب يعرض لك طريقه جديده. لو انت عايز تخش يا شباب من الكوماند ويندو، لو انت برضه عايز تخش من السي ام دي، متاح لك طريقه ان انت برضه تكتب، بدل ما بتكتب تلنت تكتب كده اس اس اتش، وبرضه تكتب الاي بي ادريس بتاعك. فدي طريقه متاحه عندك. او هو هنا بيحب بس ان هو يستعرض لكم في البوتي، وانت بتستعمل بوتي لو انت عندك على الجهاز، ممكن بدل ما تيجي تقول له سيريال اللي احنا كنا دايما بنستعملها، ممكن اقول له خش لي بالاس اس اتش. هو بس حب يستعرض الطريقتين مش اكتر. تعال نشوف. قال له انا هخش بالاس اس اتش، وادي الاي بي ادرس بتاع الاس اس اتش سيشن اللي انا داخل عليها. قال له ده مش عارف ايه ده، فيه خد بالك ده فيه كي وبتاع. قال له اه انا عارف. لوجن از مين، اسمك اليوزر نيم ايه؟ قال له اليوزر نيم بتاعتي ادمن،
والباسورد ايه؟ هيدخل له الباسورد السيكريت بتاعته اللي هو كان عاملها ريموت، وادي الانيبل يدخل الباسورد. تعال نشوف بقى الواير شارك قفش الكلام ده كله ولا لا. تعال نشوف الواير شارك عمل ايه. هو هيفتح سيشن جديدة. وهيخش تاني بالـ SSH عشان يبدأ يكابتشر الـ إيه؟ الـ packets دي. فهو على طول شايفين ورا اللون اللي ابتدى يظهر ورا، قفش على طول حاجات اهو، عمال يقفش password enable، في حاجة عمال يكتبها. بس تعالى بقى نشوف الفرق ما بين التلنت ونشوف الـ SSH. اهو الاسم اللي متغير عندك اهو، بص هنا كده مكتوب اسم البروتوكول المرة دي بقى ايه اللي موجود عندك؟ SSH V2 SSH version 2 هو اللي شغال دلوقتي، ما بقاش التلنت. تعال نشوف الراجل هيعمل ايه. هيقفش في اول واحد ويقول له وريني يا ابني التي سي بي ستريم بتاعك. بص بقى الفرق، شايفين اللي ظهر؟ هو ده بقى الانكريبتد. شايفين الشكل اللي طالع عامل ازاي؟ اهو ده واحد لما قعد على الجهاز وعمل حياته وعاش حياته. اهو اللي على الشمال ده اللي هو التلنت، كان في واحد في قفاه كده شايف كل حاجه بيكتبها عشان كان شغال بالتلنت. اما الراجل ده اشتغل بالاس اس اتش ولا هتعرف اي حاجه. ايه اللي مكتوب ده بقى يا معلم؟ فين الباسورد من الكلام ده؟ ولا هتعرف تعمل اي حاجه. شايفين اللي موجود كام حاجه؟ وحاجه كبيره جدا، يعني مش بس سطر كده زي كمان الهاش بتاع الام دي 5، مش حاجه سطر كده كام حرف. بص موجود فيه كام حرف وكم رمز موجود عندك. ف دايما لما تيجي تستعمل، تيجي تختار ما بين التلنت والاس اس اتش، لا اساسي ان انا دايما اعمل ايه؟ استعمل الاس اس اتش. في اي حد عنده سؤال لحد دلوقتي يا شباب؟ كلام واضح؟ في اي سؤال في الحاجات اللي انتوا شفتوها قدامكم دي؟ ينطبق الكلام ده لو الواي فاي لاي نوع من الكونكشن. وزي ما انت شفت كده يا عم محمد، بص كده في الاول خالص هو بيحدد لك، يقول لك انت عايز تكابتشر ايه يا ريس. بيبقى موجود عندك كده هنا في الاول على الواير شارك، اهو من هنا بيقول لك انت عايز ايه. ففي منهم الواي فاي، انت لو كونكتد بالواي فاي، الراجل هنا ما كانش كونكتد بالواي فاي، لكن لو هو كان كونكتد بالواي فاي نفس الكلام هيتبعت. هو الواي فاي في الاول وفي الاخر هو الميديا اللي موجوده في النص. هل انت بكابل ايثرنت ولا بتبعت عن طريق كده في الهواء بتبعت بواي فاي؟ بس اما هو ما يهموش، هو في الحالتين هيقفش الباكتس، لان هي حاجه داخله للجهاز وطالعه من الجهاز، هيقفش هيقفش. لا مفيش مشكله، انا فاهم سؤالك، انا بس بقول لك ان هو على اي حاجه موجوده حتى لو بلوتوث، يعني حتى لو انت متوصل بجهاز بلوتوث وبتبعت له باكيتس او بتبعت اي حاجه بالبلوتوث، برضه الراجل ده هيقفشه. اي حاجه يا ريس، ده باكيت سنيفر، مش هيفرق معاه اي نوع من انواع الكوميونيكيشن. تمام كده شباب؟ في اي مشكله، في اي حاجه مش واضحه، في اي حاجه محتاجه شرح؟ هو كويز في ميعاد السكشن الاسبوع اللي جاي ولا اللي بعده؟ لا السكشن اللي جاي على طول هتلاقوا في عندكم كويز، هنزل لكم بقى الميعاد والتفاصيل بتاعته واظبطها لكم على الجوجل كلاس روم على طول. بس كده يعني خلاص، احنا كده يعني انا قعدت تقريبا نص ساعه مستني الناس ترد عليا ومفيش، الناس نايمه. فلا، فاحنا طالما مش عارفين نفوق بالاساينمنتس نفوق بالكويزات. يبقى منا ايه، بنخلص من كام درجه كده من اللي معانا؟
الاسبوع اللي جاي اجازه. لا الاسبوع اللي فات كان اجازه. الاسبوع اللي فات كان اجازه. اه نستخدم الباكيت تريسر يا عم احمد. ما عايزين ناجس كم مره في السنه؟ مش هو اسبوع شم نسيم؟ خلاص اديكوا شميتوا نسيمكوا من الداتا. لا طبعا مش هيكون مختصر على الكويز، الكويز هيكون حاجه بسيطه كده ربع ساعه بالظبط. والاسبوع الجاي عادي هنبدا نشوف الدنيا بتاعت ابو راوتر بقى، نخش الراجل ابو راوتر زعلان مننا، نشوف دنيا الراوتر فيها ايه وازاي بنكونفيج وازاي بنعمل. تكون الدنيا سهله برضو مش هصعب عليكم، يعني مش هتلاقوا حاجه صعبه، ولكن طبعا نذاكر للكويز. هعملك حاضر انميوت يا ريس. قصدي الكويز هيبقى فيه نظري، هو اي حاجه انا قلتها ماليش دعوه بالدكتور. نظري بتاعي انا اه، نظري بتاع الدكتور ماليش دعوه بيه. اتفضل يا عم محمد. باشمهندس معلش، هو في لسه نازل لنا دلوقتي حاجه على الكلاس روم؟ ايوه تبع دكتور تامر. انا مش عارف ده بخصوص كويس حضرتك ولا ده بخصوص ايه بالظبط، بخصوص امتحان ولا بخصوص ايه بالظبط. انا ما شفتش بس هشوف دلوقتي، خليك معايا. طبعا الدكتور دخل لقى المنظر اللي احنا شايفينه، ان الناس ما بتردش ما بتتفاعلش، ستة حاضرين، كان في الاول كنا 8، الناس عماله تخرج يعني، بقت اللي هي هيصه يعني. تلاقي بوست نيو اساينمنت استمارة تجميع بيانات مادة الداتا، فانا مش فاهم بقى في كلام كبير قوي، فانا ايه ده؟ ده فاينل ده ولا ده ايه ده؟ بالراحة بس بالراحة. يا الله. طيب انا هقفل بس الريكورد لحد هنا، لو مفيش اي حد عنده اسئله تانية في اللي احنا قلناه يا شباب هقفل بس الريكورد، وبحيث ان الفيديو ينتهي لحد هنا، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي.